من اللحظة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي غيرت شكل القرى والريف المصري وبتستمر في استكمال مشروعاتها. محافظة المنيا وهي ضمن المحافظات المستفيدة من المبادرة استقبلت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة. سنتابع موقف أبراج ومحطات المحمول التي من شأنها تحسين الخدمة لأهلنا في قرى حياة كريمة. أيضا لدينا حوالي 220 مكتب بريد في محافظة المنيا، رفعت كفاءة أكثر من 175 منها. ضمن ال 192 قرية اللي احنا بنشتغل فيهم في المرحلة الأولى في محافظة المنيا، احنا عندنا 7 قرى انتهوا تماما، وبنشتغل في باقي ال 185 قرية من أجل إنهاء خدمة الإنترنت. كما تعلم إن خدمة الإنترنت هي ترتيبها في آخر الخدمات اللي يتم تركيبها. عدد من المشروعات تم تفقدها خلال الجولة، بداية من مشروع تركيب إنترنت فائق السرعة عن طريق الألياف الضوئية بقرية الأزهري بمركز العدوى، وافتتاح مكتبين للبريد بمركز مطاي ومركز مغاغة، وتزويدهم بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين. مكتب البريد زي العسل والله، وما يساعدونا وما يقضونا كل طلبة، مكان محترم، وميجوا يقبضونا احنا واقفين، ويقولوا خدوا انت عاوزينه عشان ما يزعلون. المستوى اتطور كتير حضرتك الأيام دي، وبقت الخدمة سهلة وأكثر سهولة، يعني من خلال ATM ومن خلال الشباك. كنا بنعاني في الأول من النت والدخول عليه، والأولاد كانوا بيذاكروا طبعا، ما كانوا يعني متضايقين منه كده. فلما جت حياة كريمة وركبت لنا النت ده جديد، فما شاء الله يعني حاجة حلوة، يعني سريع جدا. واختتمت الجولة بتفقد معامل مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا. مؤتمر زي ده والحضور زي الناس اللي جوه دي والقصص اللي طلعت واتكلمت هيخلي طلبة يشوفوا ان هو فعلا يقدروا يعملوا حاجة ويقدروا ينجحوا من خلال ده. احنا موجودين هنا عشان نقول للشباب الصغيرين الجداد ان لسه في فرصة ان هم يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها، لان من سنتين 3-4 ما كانش في ناس ممكن تقولك ايه الطريق اللي انت ممكن تبدأ فيه عشان تبقى بتشتغل ماركتير او عشان تبقى كونتنت كرييتر. المسميات دي نفسها ما كانتش موجودة. مبادرة حياة كريمة بتستهدف في محافظة المنيا تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات لأكثر من 190 قرية في 5 مراكز، بحيث يتم توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة بنهاية المشروع إلى نحو 88 ألف أسرة.